السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك يونس من كازا. عندي المشكل ديال الإرث بيني وبين الخال ديالي ونيابة على خوتي كاملين. واحد الخال ديالي بغيت استولى على الإرث ديالنا كامل كلشي. مشينا درنا طعن بالزور عند محامي ودفعوا للمحكمة. حنا باقي كنتسنى الجواب متى غيتعين الجلسة. وهو بغى يدير استمرار، بغى يستمرر في البلاد ديالو، جايبه في طرق كاينه في طرق قيسر نواحي ديال السطات. بغى يستولى عليها ويستولى على الاراضي كاملين بغى ياخذهم. حنا باقي ما شنا حتى حاجه، باقي الورث ما خديناش، ما كنستافدوا من حتى حاجه من هذا الارث. كنا كناخذوا الزرع ملي كان كيحرص، وكانوا جدودنا كبروا في اللاج، كان كيعطينا حقنا، ولكن حبس علينا كل شيء، ما بقينا كناخذوا حتى شي حاجه. حتى تفاجئنا بانه راه العائله قالوا لنا راه السيد راه كيدير في استمرار باش يبيع الارض. مني طلعنا سولنا قال لك الارض جابت 300 مليون وراه خاد فيها العربون، ومشى عند القيد ديال الملحقه تمايا ديال القياده، بغى يصايب استمرار باش يبيع الارض. حيت ضروري خص يكون استمرار ويبيع الارض، والارض راه عند الوراثه، وحنا ما راضينش بهذا الشيء. هذا كياخذ لينا في ديالنا، وزعما راه خالنا هذا ودم واحد، لدرجه راه المرض ديالو راه مرض عني مع خوته مع ولادو، كنحسبهم خوتي. كنا كنعسو في بلاصه وحده ونجمعوا حنا كاملين في العطله، كنا كنجمعوا عند جدي وجده، وكنجمعوا العائله كاملين حتى ناكلوا ماكله وحده ونعسو في فراش واحد، ورحنا خوت كاملين حنا ولادو. دابا ما كنوجه للمسؤولين يديروا لنا شي يفكوا لنا هذا المشكل اللي بيننا وبين هذا السيد هذا اللي بغى يستولى لنا على الاراضي ديالنا كاملين. حنا دابا ما كنستافدوا من حتى شي حاجه. ثلاثه الاراضي جينا خلصنا، حنا انا وعيالات خوالي اخرين خلصنا العدول، درنا عدد الموتى والوراثه ديال جده وجدي، وجنا العبار اللي هو المهندس ملي خرج بدا كيعبر كيصاحبو، هو راه جاي من المحكمه خلاه كيعبر. ملي عرفوا راه حنا مخلصينو هو يحبسو، ما خلاش يكمل عبر جوج بلادات، والثالثه ما خلاهاش، والدار اللي في العربيه ما خلاهاش يعبر. كنبلغ الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، وسيدنا الله ينصرو ويطول ليه في العمر ديالو، يوقف لينا في هذا المشكل هذا ويحيد لينا هذه المشاكل هذا اللي تسبب لينا فيها هذا الخال هذا، وبغى يستولى لينا على كل شيء. والله يرحم ليكم الوالدين، لكن شي وقفوا معنا الله يجازيكم بخير. درنا محامي دابا باش يدير لينا الطعن بالزور ديال 12 شاهد. هما راه قال لهم غادي نشهدوا ليا بانني راني كنحرط البلاد. مني مشاو عند العدول باش يسينيو دار لهم استمرار، وبو استمرار باقي ما خداش عند هذا سميتو القيد ديال الملحقه تمايا ديال القياده تما، باقي ما سيناهاش ليه، حيت عرف البلاد راه عندها مشاكل، باقي فيها الوراثه، راه غاديين يتجهوا للمحكمه باش ياخذوا الحق ديالهم، ما بغاش يعطيها ليه، حيت عرف البلاد راه فيها المشاكل وعند الوراثه، باقي ما بغاش يسيني عليه. ونات بنته كتمشي عندهم الملحقه هذيك القياده كتبقى تغوت عليهم، سيني ولينا استمرار، راه السيد راه حنا واخدين عنده العربون، وراه باقي البلاد، باقي يشري البلاد. البلاد جايبة 300 مليون، وهادشي راه ماشي معقول. الناس راه عندهم الحق ديالهم تما في الإرث ديالهم، وهو ما بغاش يعطيهم ديالهم. نطالب الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، وسيدنا الله ينصرو ويطول ليه في عمرو، والأسرة العلوية الشريفة يوقفوا لينا في هذا المشكل هذا ويحيدوا علينا هذه المسطرة هذه. الله يرحم ليكم الوالدين، حنا ما مسالينش لهاد المشاكل ديال، وما عندناش حنا عندنا الصوابق باش نبقاو نعرفوا لهاد الشيء ديال هاد البلادات وهاد الشيء. حنا كنمشيو كنطلعوا كيف غديروا، ملي كنمشيو نديروا كنبغيو ندفعوا القيد ديال الملحقه تمايا اللي هي القياده، ما بغاش يشد من عندنا التعرض، ما بغاش ياخذوا من عندنا. اتجهنا للمحكمه، درنا محامي واتجهنا للمحكمه باش نحيدوا هاد الزور ديال هاد 12 شاهد.